بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن the approach to the important error of metabolism. معكم الأستاذ الدكتور محمد رفعت بشير، أستاذ طب الأطفال، وهتبقى المحاضرة بسيطة إن شاء الله عن branch the important error of metabolism. The important error of metabolism ده عبارة عن disorders in which there is a block at some point in the normal metabolic pathway caused by genetic defect of specific enzyme. يعني ايه؟ احنا عندنا normal pathway زي هنا، ده normal metabolic pathway اللي بيؤدي الى اللي هو اليوريا سايكل، فيها بعض الامينو اسيدز او بعض البروتين اللي بتتكسر وتخش فيه، بتتحول من امينو اسيد لامينو اسيد اخر في وجود بعض الانزيمز. مثلا هنا لو احنا شايفين الارجينيز انزيم اللي هو موجود على شمال الشاشه دوت بالاحمر، ده بيحول الامينو اسيد اللي هو الارجينيل والسبستريت بيحولها الى اورنيثين اللي هو البرودكت. فلو الارجينيز دوت مش متواجد او ناقص، هيبدا يتكوم عندي او يحصل اكيوميوليشن للارجينين، مش هيبدا يحصل برودكشن للاورنيثين امينو اسيد. يبقى ده النورمال باثوي. لما بيحصل بلوك هنا يبقى حصل عندي مشكله في الايه ايه في الايه في الباثوي دوت، وده اللي هيؤدي الى انه يحدث امبورن ايرور اوف ميتابوليزم. هنا زي ما اتفقنا ان عندي سبستريت اللي هو الايه الماده الاولانيه بتتحول الى برودكت اللي هي الماده الثانيه في وجود الانزيم. مثلا عندنا الايه الماده اللي هي الاولانيه مثلا ايه بتتحول الى بي، والبي بتتحول الى سي، والسي بتتحول الى دي. لو انا عندي حصل بلوك في ما بين البي والسي زي ما احنا قلنا ما بين الارجينين والاورنيثين، في دي نقص الانزيم دوت، فيبدا يحصل اكيوميوليشن للسبستريت، هيبقى انكريزد اللي هو هنا كان الارجينين، والبرودكت بتاعنا اللي هو السي دوت مش هيتكون، وما بعده كمان مش هيتكون اللي هو البرودكت دوت، هيبقى ديكريزد نتيجه ديفكت في الانزيم. تمام، دوت اللي هو ايه ازاي بيحصل الامبورن ايرور اوف ميتابوليزم. So the inborn error of metabolism or inherited metabolic disease are hereditary disease that disrupt normal biochemical process. Most genetic changes are clinically insignificant and represent benign variants. However, pathogenic variants produce disease that range in severity over the presentation and the time of the onset. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا عندنا الانبورن ايرور ميتابوليزم زي ما اتفقنا دول عباره عن مجموعه من امراض الوراثيه hereditary disease، غالبا معظمهم بيبقى عبارة عن autosomal recessive disorders، ومنهم بعض الكمية قليلة من الاكس لينكد recessive disorders، وبيختلف في على حسب ان في بعض الناس ممكن يبقى عندها الامبورن ايفيتوليزم مش ظاهر نتيجه ان الديفكت عندها فيري مايلد، وفي ناس بيبقى عندها الديفكت سيفير لدرجه ان المرض بيظهر في سن بدري شويه. The severe metabolic disorder زي ما اتفقنا usually become clinically apparent في neonatal period، لكن لو هو mild بيبدأ يتأخر present later in the childhood and even in the adulthood نتيجة حسب، يبقى على حسب ال severity of enzyme deficiency. لو ال severe enzyme deficiency هيظهر بدري جدا، لو mild enzyme deficiency هيبدأ يتأخر لل childhood or even the adulthood. The number of the disease in the human known to be attributed to the inherited point defect in the metabolism حوالي 1000 مرض دلوقتي. هو كل مرض لوحده very rare، يعني في أمراض بيبقى فيها عدد من الناس على مستوى العالم اللي هي ممكن يكون يعني على تتعدى على أصابع إيد الواحدة، يعني في بعض الأمراض اللي هي حوالي عيلة بس عندهم المرض دوت لسه ما اكتشفوش الناس التانية، لكن لما نجمعهم كلهم لا دول يستحقوا الدراسة لأن هم they are collectively account for a significant proportion of the neonatal and the childhood morbidity and mortality. يبقى كلهم على بعض ليهم أهمية جدا في الموربيديتي of بيدياتريكس نيونيتال اند تشايلد هود اللي هو الامراض، والمورتاليتي اللي هو الديث ان هو يكون سبب اوف كوز اوف ديث ان بيدياتريكس ديو تو انبورن ايرور اوف ميتابوليزم. سو ذا دايجنوزيس از امبورتنت، المهميه ان لازم نشخص وندور على ذيس ديس اوردرز نوت اونلي فور ذا تريتمنت اند بروجنوزز، مش بس عشان انا اعالج الطفل ده، لا ده مهم كمان فور ذا جينيتك كونسلنج and antenatal diagnosis in subsequent pregnancy. عشان كمان اعرف الاب والام ان انتوا عندكم ان انتوا حاملين للمرض لمرض معين، وان الاحتمالات لو انتوا في حمل بعد كده وفي انجاب بعد كده هل في احتمالات ان المرض ده يتكرر معاكم ولا لا. ده مهم جدا ان انا ابدا اشخص ان المرض عنده inborn error metabolism or not.
في عندنا انواع الميتابوليك ديس اوردر زي ما اتفقنا ان هو عباره عن بلوك للنورمال ميتابوليزم، وبالتالي لو حصل بلوك في الكربوهيدرات ميتابوليزم يديني امراض ديس اوردرز اوف ذا كربوهيدرات ميتابوليزم. لو في البروتين ميتابوليزم او الامينو اسيد ميتابوليزم ديس اوردرز اوف ذا امينو اسيد ميتابوليزم، ومنها مثلا ديس اوردرز اوف اورجانيك اسيد ميتابوليزم ديس اوردرز اوف ذا ريا سايكل. لو في الليبيد ميتابوليزم يبقى ديس اوردرز اوف ذا ليبيد ميتابوليزم. في الميتوكوندريال ديس اوردر نتيجه مشاكل في الميتوكوندريال دي ان ايه فيؤدي الى بعض الميتابوليك الايه ميتوكوندريال ديس اوردرز. في بعض المشاكل بتحصل ديس اوردرز اوف ذا ميتال ميتابوليزم زي الكبر ده الايرن اند سو اون، ممكن يعمل مشاكل برضو في الايه في في الباث واي بتاع التكوين بتاع ديس ميتال برودكتس. طيب في بعض العلامات اللي احنا ممكن نشوفها تسسبكت او توجهنا او كلينيكال بوينتر، كلينيكال بوينتر يعني توجهنا تقول لنا ايه ان المرض ان الطفل ده احتمال يكون عنده انبورن ايرور ميتابوليزم، مش بتؤكد لكن بتقول احتمال يكون عنده انبورن ايرور ميتابوليزم، وبالتالي هنبدا ندور هل هو فعلا عنده ولا لا، ونبدا نشخص عشان اذا كنا نعرف نعالج او نبدا نشرح للاب والام. فايه هي الحاجات اللي بتقول لنا احتمال الطفل؟ الكلينيكال بوينترز دول ايه هم؟ اول حاجه بيحصل ديتيريوريشن افتر ا بيريد اوف ابارنت نورمال. يعني ايه؟ يعني الطفل بتقول الطبيعي لما يبدا ياخد الفيدنج اللي فيه البروتين، البروتين ده مش هيبدا يخش في النورمال باث واي، فيبدا يحصل له ديتيريوريشن، فيبدا يحصل اكيوميليشن للسبستريت دوت. فلما يبدا يحصل اكيوميليشن للسبستريت بكميه معينه يبدا يافكت الجسم، فيبدا يظهر المرض، وبالتالي هيتاخر ظهور المرض الى ايام او شهور على حسب الايه السيفيريتي اوف ذا ديزيز. البارنترال كونسانجوينيتي، الكونسانجوينيتي اللي هو قرابه ما بين الاب والام، لو في بوزيتيف كونسانجوينيتي ان الاب والام قرايب فباحتماليه ان هما الاثنين يبقى عندهم الميوتيشن بتاعت نفس المرض هتبقى عاليه جدا، وبالتالي هيبدا الطفل احتمال كبير يكون عنده المرض، لان زي ما قلنا ان معظم الامراض دي تبقى اوتوسومال ريسيسيف، فعلشان يظهر المرض لازم يكون الاثنين اليلز اللي عند الطفل ميوتيتد، الاليل اللي جاي من الاب لازم يكون ميوتيتد، والاليل اللي جاي من الام لازم يكون ميوتيتد، وبالتالي لازم يكون الاب كارير عشان يبقى عنده 1 اليل ميوتيتد، ولازم تكون الام كارير عشان يبقى عندها 1 اليل ميوتيتد، وبالتالي لو هم قرابه يبقى احتماليه ان هم يكون عندهم نفس القليل كبيره جدا برضه لو هم بوزيتيف كونسانجوينيتي. لما نيجي ناخد الفاميلي هيستوري لقينا ان العيله دي عندها اطفال بتموت كتير وخصوصا في السن الصغير في نيونيتال بيريد او افتر نيونيتال بيريد، او عندهم ريكارنت ابورشن ده برضه ومش عارفين سببه، يبقى ان اكسبلايند نيونيتال ديث. Unexplained seizures and encephalopathy، يعني الطفل عمال يتشنج ومش عارفين سبب التشنج ايه، ما بتحركش التروما، ما فيش انتراكرينيال هيموريج، ما فيش سي ان اس من ايه مالفورميشنز او برين مالفورميشنز، في عنده mentally affection اي mental retardation and so on. سيفير ميتابوليك اسيدوزز، ان احنا بنعمل بي اتش اوف ذا بلاد اللي هي فيها سيفير ميتابوليك اسيدوز نبدا نسسبكت ده انبورن ايرور ميتابوليزم، وخصوصا في حالات الاورجانيك اسيديميز. persistent vomiting ومفيش سبب معين وخصوصا في الجي اي تي كوزز نبدا برضو نفكر في الايه في الامبورن ايرور ميتابوليزم. بعض البيكيولر اودر سبيشالي في الايه في الفلويدز اوف ذا بودي زي اليورين اند الايه اند السلايفا ممكن تسسبكت ان ايه بعض الامراض الايه الامبورن ايرور ميتابوليزم. هايبوجلايسيميا هايبوتونيا، او لو الام الحامل عندها مشاكل وخصوصا الاكيوت فاتي ليفر اور الهلب during pregnancy ده برضو بيحصل نتيجة ان الطفل اللي موجود في بطن الام ديت بيبقى عنده انبورن ميتابوليزم فبيأفكت الام ويعمل لي مشكلة عند الام تظهر وتسسبكت ان الطفل اللي هيتولد ده هيبقى عنده انبورن ايرور ميتابوليزم. طيب الطفل لما بيتولد بقى او الطفل دوت ايه هو الكلينيكال برزنتيشن بتاعتنا؟ الطفل السيفير ايرنس بيبدا يظهر في النيونيتال بيريد زي ما اتفقنا، فيبدا يجي ب بنوت دوينج ويل بيبي او نون سبيسيفيك فاين، يعني الطفل بيتولد مش قادر يرضع، بور فيلينج، مدروخ، دراوزي، ما بيعيطش كويس، بور كراينج، ليثرجي، هايبوتوني اند فيلير تو ثرايف، ما بيزيدش في الوزن، يبقى دي كلها حاجه عامه لكن سسبكت مع الحاجات اللي احنا قلنا عليها. البريسيبيتيتنج فاكتور ان في بعض الفاكتورز لما تبقى موجوده بتزود السيفيريتي اوف ذا ديزيز، يعني هو ممكن يكون
مش جامد قوي، بس تبدا تظهره قوي لما يحصل له فاستنج، ديهايدريشن، سيرجري، تروما، انفكشن، وكل الحاجات دي ممكن بتزود متطلبات الكاتابوليزم، او حاجات بتزود الكونسبشن في الايرلي جروث، في الوينينج اند في البيوبرتي، ودي كلها بريسيبيتيتنج فاكتورز تو ايه تظهر الكلينيك ديس كلينيكال بريزنتيشنز. الاونست بتاعها زي ما اتفقنا السيفيريتي اوف ذا انزيم ديفيشنسي، لو هو سيفير انزيم ديفيشنسي هتظهر بدري قوي في النيونيتال بيريد، لو هو مايلد هيظهر متاخر. التايم اوف ذا انتروداكشن اوف ذا سبستريت، لو انا بدات الفيدنج بدري هيبدا يحصل اكيميوليشن بدري، هيبدا يظهر في البدايه. لو انا عملت انتروداكشن للماده اللي بتتكسر ديت متاخر هيبدا يظهر متاخر. الاكيميشن اوف توكسيك ماتيريال، لو هو بدا يحصل له اكيميشن سريعا هيبدا بسرعه، لو هو بيتكون بكميات قليله هيبدا يظهر. يبقى دي كلها حاجات تعتمد على الايه الاونست اوف ذا ديزيز. طيب كلينيكالي الطفل او الشخص اللي عندنا بيبقى بريزنتنج بايه؟ اول حاجه ان هو عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي، ان دايما الامبورن ايمتابوليزم غالبا بتخلي الطفل عنده جلوبال ديفلوبمنتال ديلي، يعني عنده تاخر في النمو الحركي والعقلي. جلوبال ديفلوبمنتال ديلي هي موتور ديلي ومنتال ديلي. تاني حاجه ان هي بتعمل في نيورولوجيكال مانيفستيشنز زي البور فيدنج، ليثارجي، هايبوتونيا، ديكريزد اكتيفيتي، convulsions, abnormal movement, dystonia, and disrupted conscious level, coma, and death. برضه بيبقى في hepatic manifestation زي الجوندس، bleeding tendency, hepatomegaly, hypoglycemia, edema, ascites, and liver cell failure. في gastrointestinal manifestation و persistent vomiting, refusal of feeding, diarrhea, مش و chronic diarrhea, abdominal distension, and dehydration. في cardiac manifestation especially arrhythmia, cardiomyopathy, heart failure. في respiratory manifestation and chest respiratory distress. في حاجات mainly dysmorphic features، يعني الشكل الوش فيه بعض ودي دايما بتتأخر شوية. في ophthalmological manifestation with optic nerve atrophy. في hearing impairment and hearing loss. في renal manifestations, musculoskeletal manifestations، يعني رينال فيلير طبعا او رينال امبيرمنت في رينال فانكشن، ماسل سكليتال زي الهايبوتونيا زي ما اتفقنا، اند مشاكل في السكيلتون والسكليتال ديسبليزياز. هيماتولوجيكال مانيفستيشنز ممكن يحصل افيكشن للبون مارو يعمل سيفير انيميا، ثرومبوسايتوبينيا اند بانسايتوبينيا. سكين مانيفستيشنز ابنورمال اودر وفيلير تو ثرايف، ودول كلهم اللي هو يؤدي الى جلوبال ديفلوبمنتال ديلي. طيب انا دلوقتي سسبكت وظهرت معايا بعض العلامات كلينيكال برزنتيشن، عايز اتاكد هل هو عنده الايه الامبورن ايرو ميتابوليزم، يبدا لازم اعمل بعض الانفستيجيشنز. اهم حاجه ان لما اعمل الانفستيجيشن دي لازم ابداها بدري ما اتاخرش، حتى لو طفل فيري سيفير ال ما اتاخرش. ليه؟ لان انا ممكن انقذه لو انا بدات العلاج بدري. الميتابوليك انفستيجيشن شود بي انيشيتد از سون از بوسيبل تو كونسيدر the outcome of the treatment of many inborn errors of metabolism, especially those associated with hyperammonemia, is directly related to the rapidity with which problem are detected and appropriate management is instituted. يعني ايه؟ يعني انا ممكن بعض الامراض وخصوصا الامراض اللي بيبقى مصاحبه معاها الامونيا عاليه قوي، انا لازم ابدا انزل ليفل اوف ذا امونيا حتى من قبل ما اوصل للتشخيص النهائي للمرض. وبالتالي لو انا عملت بعض الانفستيشنز البسيطه واللي الفيرست لاين انفستيجيشنز اللي هي الميتابوليك سكرين، ان انا ابدا اعمل سي بي سي عشان اشوف اذا كان في بانسيتوبينيا ولا لا، اعمل ارتيريال بلاد جازز عشان اشوف اذا كان في الايه الميتابوليك اسيدوزز ولا لا، اعمل الكترولايتس، اعمل بلاد جلوكوز، اعمل بلازما امونيا، الارتيريال بلاد لاكتيت، الليفر فانكشن تيست والكيني فانكشن تيست، يورين كيتونز، يورين ريدوسينج سابستانس، اند سيرام يوريك اسيد. دي كلها بنقول عليها الفيرست لاين انفستيجيشن اللي هتقول ان في برضه احتمال يكون حاجه، وكل حاجه موجوده. يعني مثلا لو في عندي الامونيا عاليه يبقى في مجموعه من الامراض اللي بتعمل الامونيا عاليه، لو عندي اللاكتيت عالي يبقى في مجموعه من الامراض اللي بتعمل اللاكتيت عالي، لو عندي الجلوكوز قليل في مجموعه من الامراض اللي بتعمل هايبوجلايسيميا. تمام؟ وبالتالي السكند لاين انفستيجيشن ان انا ابدا اعمل الايه لما الاقي مثلا امونيا عاليه، انا عندي مثلا
كذا مرض مثلا وليكن مثلا 10 امراض، هبدا ادور على حسب الكلينيكال بيكشر والامونيا، ابدا اشوف ده احتمال يكون 1 2 3، ابدا اعمل كونفيرماتوري تيستس للديزيز عشان ابدا اشخص التشخيص الديزيز. ومنها مثلا على سبيل المثال ان انا ممكن اعمل الايه، اقيس السبستريت، اقيس الانزيم، او اعمل جينيتيك دايجنوزيس. الناشونال نيونيتال سكيننج بروجرام ده عباره عن ايه؟ النيونيتال سكيننج از سيستميك بابليك هيلث بروجرام فور سكريننج انفنت ان ذا فيرست فيو دايز افتر بيرث. ده عباره عن برنامج موجود ان الاطفال المواليد بنعمل لهم تحليل معين علشان نشوف هل عندهم بعض الامراض ولا لا. ذا جول، الهدف منه ان انا القط او اكتشف النيونيت او الاطفال اللي عندهم المرض قبل ما يظهر من عندهم المرض. The goal is to identify infant at risk for these conditions early enough to confirm the diagnosis. وبالتالي لما اشخصهم بدري هيبقى provide intervention that will alter the clinical course of the disease and prevent or ameliorate the clinical manifestation. يعني مثلا انا مثلا توقعت ان الطفل ده عنده مرض نتيجة مشكلة في بروتين ما، فابدأ ما اديلوش البروتين ده وابدأ اديله بروتين معين بطريقه معينه ما فيهوش الايه، الامينو اسيد اللي عنده المشكله اللي فيها، زي مثلا الفينايل كيتينوريا اللي هو عنده مشكله في تكسير الفينايل الانين. فلما يبقى مثلا مع الفينايل الانين عالي، فلما انا اكتشفه بدري ابدا اديله بروتين ما فيهوش الفينايل الانين اللي هو الفينايل الانين فري بروتينز، وبالتالي مش هيحصل عنده ديتيريوريشن. يبقى انا كده منعت ان هو يبدا يحصل ديتيريوريشن اوف ذا ديزيز. فمثلا كل المواليد عندنا في مصر هنا، كل المواليد عندنا في مصر بيبقى ليهم السكين. كان عندنا الكونجينيتال هايبوثايرويديزم كلهم من سنه 2000 كل المواليد بيحصل لهم سكريننج للكونجينيتال هايبوثايرويديزم. ومن سنه 2015 بدانا نخش للفينايل كيتينوريا. فحتى انتوا لو تعرفوا او سمعتوا في اي طفل مولود بتسحب له عينه من الكعب وبتروح للصحه وبيجي لهم النتيجه على المرضين دول اللي هو الكونجينيتال هايبوثايرويديزم والفينايل كيتينوريا. لو عندهم مشكله بيبدا نعالجهم بسرعه. طب ليه المرضين دول بداوا؟ لان الكوجين هايبوثايرويديزم لو ما اتعالجش في اول 3 شهور الطفل ده هيخش هيبقى كريتين ويبقى فيه عنده منتالي ريتاردد لو ما خدش الايه الدواء اللي هو الثايرويد هرمون الالتروكسين. لو خدوا في الايه، لو ما خدوش في السن الصغير، لكن لو خدوا مع اول 3 شهور الطفل ده هيبقى طبيعي جدا وهيبقى زي الفل. برضه نفس الكلام في فينايل كيتينوريا، برضه لو الطفل ده خد بروتين في فينايل الانين هيخش في منتالي افكشن ومنتالي ريتارديشن اند بعض المانيفستيشنز الثانيه اللي بتاعت الفينايل كيتينوريا. لو خد بروتين ما فيهوش الفينايل الانين ممكن يبقى عايش حياته طبيعي بطريقه معينه وبسكيدول معين طبعا هنعمله. من اول سنه 2021 بدانا ندخل سكريننج للهاي ريسك يونيت، مش لكل المواليد، للمواليد اللي هم الهاي ريسك اللي هم دخلوا الانكيوبيتورز وعندهم مشاكل سسبكتنج ان هي تكون امبيرن ايرن ميتابوليزم. زودنا حوالي 17 مرض على الاثنين، بقينا كله 19 عشان نشوف الايه الطفل دوت او المولود دوت هل هو عنده المرض ده ولا لا. منها مثلا التترا هيدرو بايوبيترين ديفيشنسي، وده الكوفاكتور اللي بيسهل عمل الفينايل الانين هيدروكسيليز اللي هو بيكسر الفينايل الانين، وبالتالي عدم وجوده برضه هيعمل فينايل كيتينوريا بس ايه مش هيستجيب لي، يعني هيبقى حتى يعني الايه بنسميه بيبقى مور سيفير عن الايه الفينايل كيتينوريا العاديه. وبعض الامراض الثانيه زي الميثايل مالونيك اسيديميا، بروبينيك اسيديميا، ايزوفاليريك اسيديميا اند سو اون. دي مجموعه كبيره من الامراض اللي احنا لو عرفناها نقدر نقلل الايه الامينو اسيدز اللي موجود في البروتين او نمنعه ونبدا نديله بروتينز ثاني مختلف. في بعض الامراض الثانيه زي ايه اللي هو البايوتينيديز انزيم ديفيشنسي، ده برضو ممكن نديله عنده نقص في البيوتين فبالتالي نديله بيوتين يحسنه. بعض فاتي اسيد اوكسيديشن، كونجينيتال ادينا هايبر بليزيا، جالاكتوزيميا اند جلوكوز 6 فوسفيد ديادريس ديفيشنسي اللي هو الفافيزم، برضو من الحاجات المهمه اللي احنا بنسسبكت في الايه في الهاي ريسك يونيت. دول ال 17 مرض اللي بنضيفناهم على المرضين اللي موجودين.
وبالتالي يبقى احنا كده قدرنا نقول ان الانبورن ايرو ميتابوليزم ده عباره عن بلوك في النورمال باث واي بيحصل في بعض الاطفال، في بعض العلامات اللي بتقول ان احنا عندنا السسبيشس للبورن ايرو ميتابوليزم، سبيشالي ان الطفل يبقى بيتولد طبيعي بعد كده يحصل له ديتيريوريشن، في بوزيتيف كونسنجوني زي ما اتفقنا، في ان اكسبليند ديس، ان اكسبليند كونفالجنز، ان اكسبليند فوميتنج اند سو اون. دايما الطفل ده هيجي بمشاكل في معظم السيستم بتاعت الجسم، لو لحقنا ان احنا نشخصه بدري مش بس ممكن ننقذ الطفل ده، ده احنا ممكن ننقذ الاسره كلها والسبسيكوينت بريجنسيز افتر ذات. وفي النهايه احب اقول لكم ثانك يو، واتمنى ان تكونوا استفدتوا واستمتعتوا بالمحاضره الصغيره دهيت.